جديد على قناتي على اليوتيوب. اليوم رح نعمل جبنة موزاريلا فريش بالبيت بطريقة كتير كتير سهلة وواضحة، والمقادير جدا بسيطة، بس بتكون بتراعوا انكم بعض الشروط اللي رح نحكي عنها، مثل انه الحليب تبعنا يكون مش مبستر. فأنا بتعامل مع حدا معين بجيب لي حليب بالبيت فريش. رح نحتاج لحمض الليمون، الكبسولة هاي اللي شايفينها هي المسا أو الرنة في الإنجليزي، اللي هي المادة اللي بتخلي الحليب يصير جبنة. ورح نحتاج لمي وشوية ملح، بس هذه المواد إياها. وكتير مهم بهاي العملية يكون عندكم ميزان للمطبخ، لأنه ميزان حرارة قصدي، لأنه بدنا يعني نراعي إن نقيس درجات الحرارة خلال عملية عمل الجبنة. هذا كتير إشي أساسي ومهم، بدون هذا الميزان شوي صعب إن نحقق النتيجة اللي بدنا إياها. كل الحرارة اللي رح نستخدمها اليوم هي بالفهرنهايت مش بالمئوي، وأغلب موازين الحرارة بتقيس بالدرجتين. خلينا نبلش. الحليب اللي عم بستعمله حليب كامل الدسم غير مبستر زي ما حكيت، رح أحطه في طنجرة، وبعدين رح أجيب كمية الملح الليمون ورح أدوبها بالماء. رح أدوبها كتير منيح بالماء، وبعدين رح نضيفها على الحليب تبعنا، وبدنا نحطها على الطنجرة، يعني نحطها على الغاز. بدي أسخن الحليب على درجة حرارة متوسطة لمنخفضة ليوصل لـ90 درجة فهرنهايت مع التحريك مزبوط قبل هيك، يعني بدنا نحركها مزبوط لنتأكد إنه عندي الحمض الليمون داب تماما. مش ضروري ضلكم تحركوا فيها، بس مهم إنه يكون دوبان الحمض الليمون كتير منيح. بهاي الأثناء بقدر إني أطحن نص حبة من المساء أو الرنة ناعم كتير، وبعدين بدي أدوبهم بكمية من المي بسيطة. هلأ أنا كل المقادير عندكم موجودة زي ما حكيت، الرابط في أسفل صندوق الوصف. هلا بس يوصل عندي الميزان لـ90 درجة فورا برفع الحليب عن النار، وبدي احطه على الكاونتر، وبدي اضيف عليه الخليط اللي انا عملته من اللي هو المي مع الرنة او المساء اللي حركناها او ذوبناها بالبداية. ومجرد ما ابدا باضافتها بدي احرك واعد لـ25. طبعا أنا عندي هون الحركة سريعة، بس فعليا 25 ثانية بدي، مش أكتر ومش أقل. وبعديها بدي أغطي الطنجرة وأتركها 5 دقايق. رح تشوفوا إنه صارت عندي شوية جامدة بالسكينة زي ما أنتوا شايفين. رح أبدأ أقطع خلينا نقول التجبن اللي صار عندي، لسه ما صارت جبنة تماما، لا بدنا نشتغل عليها، قصدي ما صارت موزاريلا. فبدنا نعمل زي خطوط متقاطعة بالطول وبالعرض بشكل جنتل، يعني خفيف، بس نضمن ان السكينة توصل لقاع الطنجرة وانا عمالي بقطع بهذا الشكل. وزي ما انتم شايفين قربت الكاميرا عشان تشوفوا كيف القطع صارت عندي. طبعا كله هذا بسبب اضافة اكيد المساء. بدي ارجع الطنجرة مرة تانية على الغاز، وبدنا نرجع نسخنها، وبدنا نحط ميزان الحرارة. وهلا رح نسخنها لحرارة 105 فهرنهايت. بخلال هاي الأثناء بدي أجيب معلقة خشب، وبدي أحاول بكل رقة يعني، وبعيد وبأكد على إنه شوي شوي بدي من تحت لفوق أحرك القطع هذه اللي عندي بدون ما أكسر أو أخرب قدر الإمكان، يعني إلا ما يصير بعدنا شوية يعني خراب، بس بدي أحاول ما أكون أبدا عنيفة وأنا عمالي بحرك، عشان أحاول أني أفصل الجبنة اللي صارت عندي من المي اللي هي طلعت من عملية التجبن اللي صارت عندنا. وزي ما حكينا بنضلنا نعمل هذا الحكي شوي شوي طول ما إحنا عمالنا منسخن الحليب، طبعا على حرارة أو الطنجرة على حرارة متوسطة لمنخفضة لنوصل لـ105 فهرنهايت.
مجرد ما وصل لل 105 بدي أرفعها عن النار وبدي أغطيها وبدي أستناها كمان 5 دقائق. بعد ال5 دقائق اللي رح أعمله إني رح أصفي الكتل اللي طلعت عندي وشوفوا ما أحلاها. وهلا رح تشوفوا شوية في مطة وأنا عمالي برفع القطع هاي. هذه هي الجبنة الموزاريلا عندي بس طبعا لسه مش مصفية، فأنا هلا رح أحطها في مصفاي ناعمة. والمي هاي اللي طلعت ما تكبوها لأنه لسه بدنا نستخدم جزء منها لنغلي الجبنة كمان مرة. العملية عن جد ما أخذت أكثر من نص ساعة، بس طبعا بالفيديو ببين أنها معقدة أكثر وهي كتير إشي سهل. هلا وأنتوا لابسين كفوف حاولوا قد ما تقدروا إنكم تطلعوا من الجبنة أو من القطع هاي اللي طلعت عندي. هلا إذا عصرتوها كتير راح تكون شوي جامدة معاكم، فأنا بنصح انكم ما تعصروها على الاخر. انا شوي عصرتها زيادة، المرة الجاية لما اعملها ما رح اعصرها هالقد من المي مشان تضلها عندي فيها شوية طراوة قصدي بالجبنة. رح اخذ جزء من المي او المصل تبع الجبنه اللي طلع عندي وبدي اضيف له معلقه طعام من الملح، يفضل ملح التخليل مش ملح اللي فيه يود، وبدي اسخنه على الغاز ليوصل لدرجه حراره 180 فهرنهايت. شوي الحراره قد تبدو عاليه لكن هاي الحراره رح نحتاجها مشان نعمل هلا عمليه تسخين مره ثانيه للجبنه اللي عندنا وبعدين نعمل لها ستريتشنج. اذا المي كتير سخنه عندنا طبعا رح اتركها كم من دقيقتين عشان ما شوي تبرد والجبنه كمان شوي تطرى. وزي ما حكيت حاولوا ما تصفوها كتير للجبنه هالقد من المي عشان يكون اسهل عليكم عمليه الستريتشنج. هلا بدنا نعمل شيء اسمه الستريتشنج اللي شايفيني عم بمط بالجبنه مشان ابدا عمليه تشكيلها ومشان تصير عندي زي الجبنه اللي بنشتريها من برا سموذ وناعمه، وبضلني امطنط فيها هيك بالطول وبالعرض لاوصل ل قوام يكون أملس وناعم. شايفين كل ما عم بمط فيها أكتر كل ما عمالها بتكون أنعم على الوجه. وأكيد أكيد لو ما صفيتها هالقد من المي من البداية كان رح يكون عملية الستريتشنج تبعتها كتير أسهل وأظرف، وفي نفس الوقت رح تكون البرودكت النهائي تبعي عندي أطرى. في حال حبيتوا تشكلوا الجبنة طبقات صغيرة أكيد بتقدروا، بنحتفظ بالجبنة بنفس السائل اللي غليناها فيه اللي هو فيه الملح بضلوا حوالي مدة أسبوع بالثلاجة. وحتى عندي السائل اللي ضل برضو من عملية الغلي اللي ما فيه الملح بإمكاني أني أستخدمه بالعجين، أنا احتفظت فيه بمرتبان هون لما بتعجنوا بدل المي بيعطي طراوة وهشاشة لذيذة للعجينة. ورح نقدمها بهاي الطريقة اللي هي بأشهر سلطة اللي هي الكابري سالاد بندورة والجبنة، وأنا استخدمت زعتر بدل الريحان ورشة زيت زيتون وفلفل أسود وخل بلسامك. بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، بليز اعملوا سبسكرايب للقناة واستنوني بفيديوهات قادمة إن شاء الله. باي باي.